السلام عليكم، ايه الاخبار؟ اهلا بيكم في فيديو جديد، والنهارده باذن الله هقول لكم على 10 تريكس في تيلويند سي اس اس. غالبا مش هتلاقيها في الكراش كورسز، ولكن مهم جدا انك تكون عارفها، هتساعدك بشكل كبير وهتسهل عليك وانت شغال. ولو اول مره تشوفني، فانا اسمي عمرو، انا بقدم كونتنت خاص بالويب ديفلوبمنت على الشانل هنا. فلو مهتم بالكونتنت ما تنساش انك تعمل سبسكرايب في الشانل عشان تقدر تشوف كل الفيديوز اللي جايه باذن الله. وخلونا يلا نبدا. تمام، اول خاصيه معانا وهي فكره الكاستمايزيشن. فلو انا دلوقتي مثلا محتاج ان انا احط فونت سايز ب 20 بكسل، فهقول له تكست اكس ال او اللي هي اكس لارج، يعني لو جيت وقفت عليها هتلاقي فعلا 20 بكسل. تمام، تلوين شغاله بنظام اللي هو مضاعفات الاربعه، هتلاقي عندك 4 بكسل، 8 بكسل، 12 بكسل وهكذا. تمام، طيب نفترض دلوقتي ان انا محتاج احط 21 بكسل او 22 بكسل لاي سبب كان، ولكن عندي في الفيجما سكتش بتاعي فونت سايز ب 22 بكسل. تعمل حاجه زي كده ازاي؟ تقدر بكل بساطة انك تشيل البروبرتي اللي هي اصلا متحددة باستخدام تيلون نفسها، وتفتح سكوير براكتس وتحط الحاجة اللي انت عايزها ايا كان هي. فهتحط 22 بكسل هنا، هتلاقي عندك الفونت سايز بقى 22. لو جينا هنا في الانسبكت وابتدينا ان احنا نشوف، هنلاقي عندك الفونت سايز هنا ب 22 بكسل. تمام، دي كده كانت اول بروبرتي، ومش بتمشي بس مع الفونت، لا بتمشي كمان مع الكالرز. لو انا حابب ان انا احط لون معين، فبكل بساطة تفتح سكوير براكتس بعد كده تحط الكالر بتاعك بالشكل ده. تمام، تاني بروبرتي معانا حاجة اسمها الكلاس ديليجيشن او الستايل ديليجيشن. ديليجيشن معناها ان انت بترفع حاجة معينة، تمام، من الاصغر للاكبر. طيب ده معناه ايه؟ لو جيت دلوقتي محتاج ان انا اخلي كل ليست ايتم من دول الكالر بتاعها مثلا باللون الاحمر، فهقول له كلاس وهقول له تكست ريد 500 مثلا. تمام، بالشكل ده. وهاخد نفس الكلاس ده كده هكرره مرتين كمان على كل ليست ايتم. تمام، ولكن باستخدام الكلاس ديليجيشن فاحنا بكل بساطه نقدر ان احنا ناخد ده مره واحده بس اللي هو الكلاس بتاعنا، ونحطه هنا على البيرنت بتاعهم، واقدر دلوقتي ان انا اشيله من هنا. تمام، بالشكل ده كده، واعمل سيف، وهي نفس النتيجه بتاعتنا بالظبط. تمام، فبكل بساطه لو انت عندك كلاسز متكرره في الشيلدرن تقدر انك تاخدها مره واحده بس وتحطها في البيرنت. صيغه رقم 3 خاصه بالتكست جريدينت. لو انا دلوقتي عندي الهيدنج اللي قدامي ده، تمام، باللون الاحمر، ولكن انا محتاج ان انا اخلي التكست بتاعي بشكل جريدينت في درجات مختلفه من الالوان جوه التكست نفسه، اعمل حاجه زي كده ازاي؟ دي مش موجوده بلت ان جوه تيلويند، ولكن في زي تريك كده بنعملها عشان نطلع نفس الاوبر اللي احنا محتاجينه. فبكل بساطة هتيجي على الهيدنج بتاعك وتحط باك جراوند كولر او باك جراوند جريدينت، وهتحدد الاتجاه بتاعك، هنختار مثلا تو توب. تمام، نقول له فروم، خليها مثلا بلو تو يلو. تمام، بالشكل ده. لو عملت سيف هتلاقي عندك الباك جراوند نفسها هي اللي بقى عليها الجريدينت. طيب ازاي نخلي التكست نفسه اللي هو بالاحمر ده هو اللي عليه الجريدينت؟ هتعمل حاجتين، اول حاجه انك هتخفي التكست، هتقول له تكست ترانسبيرنت. تمام، بالشكل ده. تاني حاجه ان احنا هنعكس التكست مع الباك جراوند. بنعمل حاجه زي كده ازاي في السي اس اس؟ في خاصيه او بروبرتي اسمها الباك جراوند كليب، هنحط لها الفاليو اللي اسمها تكست. جوه تيلويند هتقول له بي جي كليب وتختار تكست بالشكل ده، تعمل سيف، هتلاقي عندك الجريدينت اتطبق على الفونت نفسه او على التكست نفسه، وهو ده الافكت اللي احنا كنا محتاجينه. خاصيه رقم 4 خاصه بالتيلويند دوت كونفيج فايل. جوه الفايل ده انت تقدر تعمل حاجات كتير جدا، اما هي الاكستند بتاع السيم. تقدر هنا انك تضيف كولرز معينه كاستمايز من عندك انت، تقدر انك تضيف الفونت سايز او الفونت فاميليز بتاعتك، تقدر تغير حتى في البريك بوينتس بتاعت الريسبونسيف ديزاين اللي هي السمول والاكس ال والكلام ده كله. تمام، فمثلا لو هنشتغل على الكالرز بتعمل اوبجكت وتضيف الكالرز بتاعتك بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. سمينا مثلا بروبرتي اسمها برايمري وحطينا الكالر ده، ونقدر ان احنا نستخدمها في الابلكيشن بتاعنا. فلو جيت دلوقتي مثلا على الهيدنج ده هقول له هنا بي جي واختار برايمري بالشكل ده، وهعمل سيف. زي ما احنا شايفين كده اللون الاحمر ده، اللون الاحمر ده جاي منين؟ جاي من الكونفيج نفسه. تمام، خليني كده اغير لكم رقم من هنا مثلا بالشكل ده، زي ما احنا شايفين كده اللون اتغير. زي ما قلت الموضوع مش مقتصر على الالوان بس، لا تقدر انك تضيف فونتس، تقدر انك تضيف باك جراوند، وحاجات كتير جدا تقدر انك تضيفها هنا. حاجه كمان من الحاجات المهمه جدا في الفايل ده واللي هتساعدك في الديزاين بتاعك، النقطه بتاعه الكونتينر. ازاي انك تعمل كونتينر للابلكيشن بتاعك بالكامل؟
فبكل بساطة عندك هنا خاصية اسمها container تاخد منك اكتر من بروبرتي. عندك حاجة اسمها center هتحط بترو معناها انك هتسنتر المحتوى اللي هيكون جوه الكونتينر ده يكون في سنتر بتاع البيج، بياخد مارجن اكس اوتو بحيث ان هو يجي في النص تمام. وعندك البادنج تقدر هنا انك تحط الفاليو اللي انت محتاجها سواء 1 ار اي ام او تحطها بالبكسل ايا كان انت محتاج ايه بالظبط تمام. طيب ازاي ان احنا نستخدم بقى الكونتينر ده دلوقتي جوه الابلكيشن؟ محتاج دلوقتي ان انا اخلي الهلو وورلد ديت تيجي جوه الكونتينر. بكل بساطه انت هتيجي هنا وهتراب الكونتنت بتاعك بالكونتينر، يعني هتيجي هنا كده جوه الديف ده هتدي له كلاس كونتينر، هتلاقي عندك ال اتش 1 دخل جوه الكونتينر وبقى عندك البادنج ده تمام. طبعا ده هيكون مفيد بالنسبه لك وهيكون بيسهل عليك بدل ما تعمل الكونتينر كلاس انت بشكل مانوال. طيب النقطه اللي بعد كده هي الفرق ما بين البادنج والسبيس سواء كان سبيس اكس او سبيس واي. طيب ايه هو البادنج؟ بكل بساطه لو انا محتاج ان انا احط مسافه ما بين ال HTML وال CSS وال JavaScript هتعملها ازاي؟ فانت عندك اوبشن انك تيجي هنا دلوقتي وتقول له بي واي تديله مثلا 2 اللي هو 8 بكسل تمام. فحصل فعلا البادنج وابدا ان انا اكرر الكلام ده، هتلاقي عندك البادنج اللي انت محتاجه. لكن طريقه اسهل شويه هي اني اشيل الكلام ده كله من هنا تمام، واجي هنا احط فليكس اديله فليكس وبعد كده اقول له فليكس كولون واحط الجاب ب2 تمام. هتلاقي عندك نفس الريزلت، خليني بس اشيل الكلام ده من هنا، هتلاقي عندك نفس الريزلت اللي انت كنت محتاجها وهي انك تحط مسافه ب8 بكسل ما بين كل ليست ايتم. ولكن الطريقه الاسهل كمان ان احنا هنشيل كل الفليكس اللي هنا ده وهنستخدم حاجه اسمها سبيس. عندك سبيس اكس وسبيس واي. في الحاله بتاعتنا هنا احنا هنستخدم السبيس واي، فهتقول له سبيس واي وتحط المسافه اللي انت محتاجها وهتلاقي عندك نفس الريزلت تمام. سبيس واي بتعمل ايه؟ بتحط مسافه ما بين التشيلدرن بتوعي، بتتحط على البيرنت نفسها تمام سواء كان سبيس واي او سبيس اكس، وبتحط المسافه اللي انت محتاجها. بدل ما تستخدم بادنج على كل التشيلدرن بتوعك، لا بتستخدم مره واحده بس سبيس واي او سبيس اكس على البيرنت. نقطه رقم 8 هي الفرق ما بين الاوباستي والبي جي اوباستي او الباك جراوند اوباستي. ايه هو الفرق ما بينهم؟ لو جينا هنا على الهيدنج بتاعنا وحطينا بي جي اوباسيتي واديت له مثلا رقم 25 تمام، عملت سيف زي ما احنا شايفين كده الباك جراوند الاوباسيتي بتاعتها قلت، ولكن التكست نفسه او الكونتنت بتاع الديف بتاعي او الهيدنج ما اتغيرش. ليه؟ لان انا بلعب في الباك جراوند نفسها. فتقدر انك تعتبر الباك جراوند اوباسيتي دي هي الالفا بتاعت الباك جراوند تمام. لو احنا شغالين ار جي بي اي فالاي الاخيره دي معناها الالفا وهي درجه اللون نفسه، حلو كده. فهي دي البي جي اوباسيتي. ولكن الاوباسيتي نفسها لو جيت دلوقتي قلت له الاوباسيتي خليها ب 25 وعملت سيف، هتلاقي عندك الكونتنت كمان الاوباسيتي بتاعته قلت. ليه؟ لان انا هنا بتعامل مع الهيدنج نفسه، الهيدنج كله بقلل الاوباسيتي بتاعته وبالتالي هيكون شفاف بكل الكونتنت اللي جواه. نقطه رقم 8 خاصه بالفلترز. الفلترز تقدر انك تضيفها على الايمج بتاعتك، تقدر انك تضيفها كمان على الديفز، ولكن انا حاطط هنا صوره عشان نقدر ان احنا نميزها بشكل واضح. فاول فلتر معانا نقدر نستخدمه حاجه اسمها البلور. البلور بيعمل زي افكت نقدر نقول زجلاله كده على الايمج بتاعتك تمام. فتقول له كلاس نيم وتحط له مثلا بلور، عندك سمول وعندك ميديوم وهكذا تمام. زي ما احنا شايفين كده لما عملت سيف الصوره بتاعتي بقت بلوري تمام. اقدر ان انا ازود النسبه اكتر واقدر ان انا اقللها. طيب لو عايز اعمل نسبه كاستمايزد من عندي تفتح سكوير براكتس وهتقول له 2 بكسل مثلا ايا كان العدد البكسلز اللي انت محتاجه تمام كده. طيب هل عندنا البلور بس؟ لا، عندك فلترز كتير الحقيقه. عندك الكونتراست، عندك حاجه زي الانفيرت تمام زي ما احنا شايفين كده بيعكس الالوان بتاعه الصوره. عندك حاجات كتير، عندك كمان حاجه زي الجري سكيل لو انت محتاجها مثلا تكون بلاك اند وايت او ابيض اسود فتعملها بالشكل ده تمام. وتقول مثلا لما تهوفر هتخلي الجري سكيل بتاعك بزيرو، معناها انك هتخليها ملونه تاني بالشكل ده تمام. نقطه رقم 9 حاجه اسمها الجروب والجروب هافر وحاجه اسمها البير والبير هافر تمام. خلينا نبدا بالجروب كده. فكرته ببساطه لو انا عايز لما هافر على البيرنت التشايلد هو اللي هيحصل له الايفكت تمام. تعمل حاجه زي كده ازاي؟ باستخدام تالوند. هتيجي على البيرنت بتاعك. في الحاله بتاعتنا احنا عملنا هنا بيرنت اللي هو الديف ده جواه الهيدنج اللي جواه اللي هو الاتش 1 تمام. خلينا نحطه جواه هيدنج بالشكل ده وجواه الايمج دي تمام. خلينا كده دلوقتي مركزين على اول جزء ده. فمحتاج ان انا لما هوفر على الديف
تمام، سواء على الصورة او سواء هنا على الهيدنج نفسه. الصورة هتبقى من ابيض واسود لالوان. نعمل حاجة زي كده ازاي؟ هتحط الاول كلمة جروب هنا على الديفل اللي هو البيرنت، هتيجي هنا في الكلاس نيم الخاص بالتشايلد نفسه هتقول له جروب هافر. جروب هافر معناها لما هافر على الجروب ده، تمام. خلينا نعملها جروب هافر، تمام. وهتحط البروبرتي بتاعتك ايا كانت ايه. في الحاله بتاعتنا هنحط ان الجري سكيل هيكون بزيرو، وخلينا نحط الاول جري سكيل بحيث ان هي تكون ابيض واسود. ولما هافر على الديف دلوقتي خلينا نشيل ده من هنا كده، تمام. هي دلوقتي ابيض واسود، لما اجي هافر على الديف هتلاقيها بقت ملونه، تمام. سواء وقفت على الصوره نفسها، الصوره تعتبر جزء من الديف، او وقفت على الديف نفسه الهيدنج من فوق هنا، هتلاقي الصوره بتاعتك بقت ملونه، معناها ان الهوفر افكت ده شغال، تمام. طيب ايه هو بقى البير والبير هوفر؟ نفس الفكره بالظبط، ولكن مع السيبلنج، او مع السيبلنج مش التشيلدرن، تمام. يعني ايه سيبلنج؟ يعني الديف اللي في نفس المستوى بتاعي، بمعنى ان انا عندي هنا ديف، تمام، في نفس المستوى عندي الايمج ده، فعايز لما هوفر على الديف هيحصل حاجه على الايمج دي اللي هي الايمج التانيه دي. خلينا نعمل نفس الايفكت، تمام. فهنا بدل ما استخدم الجروب، لا هستخدم حاجه اسمها بير. هحط كلمه بير هنا كده، تمام، وهاجي هنا على السيبلنج وهقول له بير هوفر. ساعتها هتخلي الجري سكيل بتاعك بزيرو، وخلينا نحط الجري سكيل الاول عشان تبقى ابيض واسود، تمام. لما هوفر فين دلوقتي؟ لما هوفر على الايمج، لا لما هوفر على الديف اللي فوق ده، زي ما انتم شايفين كده، لما بهوفر على الديف اللي فوق الصوره اللي تحت بيحصل لها الايفكت. طيب النقطه رقم 10 معانا هي السكرول بار. تقدر انك تكستمايز السكرول بار بتاعك اللي هو اللي هنا ده، تمام، او حتى السكرول بار اللي جوه ديف معين مثلا جوه الويب سايت، مش شرط ان هو يكون الاساسي، باستخدام تيلوند. طيب هتعمل حاجه زي كده ازاي؟ بتستعين ببلجن، البلجن ده اسمه تيلوند سكرول بار، تمام. اول حاجه بتعمل انستليشن، طبعا استخدامه سهل جدا، هتعمل انستليشن بالكوماند ده. بعد كده هتريكواير البلجن، هتريكواير البلجن فين؟ جوه التيلويند كونفيج، تمام. بعد كده تحط الكلاسز بتاعتك اللي هي السكرول، بعد كده بتبدا انك تختار الالوان للثامب، الثامب اللي هو اللي بيتحرك اللي هنا ده، تمام، وكمان بتختار اللون الخاص بالتراك، التراك اللي هو اللي ورا الباك جراوند اللي هنا دي، تمام. بس كده هتلاقيها اشتغلت معاك من غير اي مشاكل. وكمان عشان الكومباتيبلتي بتاعت ان هي تكون متوافقة مع جميع البراوزرز، فلو مش متوافقة تقدر انك تحط الجزء اللي هنا ده، عشان لو مش متوافقة مع البراوزر ما يسببلكش اي مشاكل. ده تقريبا كان كل حاجة حبيت ان انا اقولها في الفيديو ده، ولكن خليني ارشح لك فيديو مهم جدا على الشانل هنا، وهو كراش كورس خاص بتيلويند في نص ساعة بس، بنشرحها من البداية. هسيبه لك في الكارد اللي هيظهر لك دلوقتي او في الديسكريبشن بتاع الفيديو. وكمان لو انت عارف تيلويند اوريدي وحابب انك تطبق على ويب سايت كامل بورتفوليو، هسيبه لك برضه في الديسكريبشن. وبس كده، شكرا لوقتكم.